السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أوضح هذا الفيديو اللي طبخت فيه أكلة الملفوف. هيدي وصفة أكلة الملفوف أعطتني إياها أم مارتي، أم مدامتي، عمرها 92 سنة. قالت لي اعمل لي هالطبخة هيدي لأنه هي عانت بالحرب العالمية الثانية، بس ما كانش في عندهم كتير أكل، لكنوا هدول يعملوها دائما. كانت اما قالت لي في عندها جنينة وكانوا هن زرعين الملفوف. بهيدي الاكلة شفتوا انتو فيها ما فيها مواد كتيرة، فيها بس طحين وزبدة اما سمنة، فيها ملح وبهار اسود، وفيها هيدا الماجي سبايس. شفتوا هيدا الماجي سبايس فيها. وقالت لي هي كمان انه هذه الاكل كانوا ياكلوها الالمان كلياتهم، بس كانوا يعانوا، بس الحرب اللي هون خسروها ما كانش في عندهم كثير اكل، كانوا كلهم هون بالجوع وجوعانين، كانوا هيدي ياكلوا منها كثير لانه فيها هيدي الملفوف وفيتامين سي، والطحين كانوا بيعطيهم النصاحه، فيه كثير نشا، الطحين كانوا ياكلوا. وانا اسا هيدي الاكل اليوم طبخت لي اياها وبتحطها على اليوتيوب، رح اخذ لي اياها على الهاي محل هي ساكنه بدار العجوزين، رح اخذ لي اياها لهونيك، رح تكون مبسوطه كثير فيها هالاكله هيدي. بقيت انا لهيدي الاكله كانت كثير طيبه، اذا بدكم تطبخوها الكم ولاولادكم عن جد، وتحطوا معها حتى شويه بطاطا او رز مسلوق معها، كلوها وقولوا لأولادكم هيدي الطبخة كانوا يعانوا منها، كانوا الألمان يأكلوا منها بس خسروا الحرب العالمية الثانية. بالحرب العالمية الأولى كمان خسروها، للحرب كمان كانوا يأكلوا منها، ما كانش في عندهم أكل كتير، ولكن هيدي الأكلة فيها كل شيء، فيتامينات وإلى آخره، كل شيء موجود فيها. عملوها هالأكلة من الفيديو اللي أنا عملته. إذا بدكم تشاركوا بهالقناة هيدي، لأنه المشاركة بهالقناة هيدي ما بتكلفكم لا مصاري ولا شيء، منه شاركوا فيها، هتلاقوا دائما تشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي أنا عم حطها على اليوتيوب. بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة.